سمعنا مؤخرا من أمين عام حزب المؤتمر قال الرباعي هو ولا يعني هو سبب في الأزمة هذه، وما مش ممكن أعطاء للرباعي الراعي للحوار كل الصلاحيات. الصلاحيات ترجع إلى المجلس التأسيسي اللي هو عنده الشرعية والرئاسة الجمهورية. صحيح. هذه كلمة أريد بها بطل. المجلس التأسيسي ما عنده الشرعية، وفات الشرعية تاعه، هذا متمسك بشرعية. هذا في دول أخرى ساعة ما تقعش تقعش، هذا واحد يزيد روحه عام ولا يزيد روحه عامين ويزيد روحه مسؤولية أخرى. وإذا كانوا قاع يحاكموهم باعتبارهم سطوا على السلطة، هذا الواقع. قاعد موجودين وفي حوارنا قلنا هذا مجلس واقعي على كل حال، هات نكملوا به شوية ونزيدوه الشرعية التوافقية. لكن هذا ما صارش. وهذا السيد اللي قلت لي عليه قال السيد هذا هو سبب رئيسي في المشاكل في الفشل بتاع الحوار، اللي هو ساعة مش مشارك في الحوار. تحكيوا على حزب المؤتمر، ما هو مش مشارك في الحوار، وهو داخل في 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 جماعة اللي الآن يعني ضد الحوار. هذا علاش قلنا المجلس التأسيسي مشكل، لأنه ضد الحوار. وبرا عاد ما نبداش نتكلم. ثم فما ناس سي الباجي قايد سبسي باش يقولوا انك تدعو الى الفوضى، تحب توقف اشغال المجلس التاسيسي باش نمشيو يعني في يعني في طريق يعني ما نعرفوش شنو نهايته. انا مش نوقف له اشغاله، لا هو قاعد يتقدم. وقتاش عمل الدستور اللي هو مسؤول عليه؟ هو توا ثم جماعه الرباعي قالوا نزيدوه شر اليوم ولا البارح، قرأوا اليوم سي خضر اللي هو إنسان من محررين الدستور كذا، قال راهو هذا ما تضيعوش وقت، مازلنا 4 أشهر بحيث يلزم نفصلوا على الموضوع هذا. بحيث أولا ساعة يلزم نسميه كذا في خطوة أولى. أيوة. وأنا نعتقد هذا سهل ومش يقع، وسيقع، لأن ما عندناش خيار آخر.